أصدقائي ردي على موضوع الأستاذة الجميلة حورية فرغلي. قالت معي الباحة من شفتها بالتصوير أنا كبرت بالعمر بعد ما حد يحبني وسوي عمليات تجميل نفسية تعبانة من يرضى يحبني أو ممكن أتزوج مرة ثانية. قلت لو يتيج عراقي أنا عراقي واخطب وتسع على الهواء مباشرة توافقين؟ قالت أوافق بالخطوبة. قلت جيبي إيدك خلي نقوم نقص مع بعض. القصة على قلت ماجد المهندس وهذا كله مصور راح ينزل برنامج. قلت أنا خطبتك على الهواء. قالت لي موافقة. بعدين طلعنا للبلكونة صرت مع تصوير. قلت لها ممنوع تلبسي لبس قصير أنا غار عليك أنا كذا. وافقت وحياة حلوة. قالت حنشاوف بكرة نتعشى مع بعض والحياة حلوة وجميلة. الكلام هذا كله موثق وموجود. أنا أحبها أنا أحترمها. لما شفتها ما حد ما يرضى يتزوجك قلت أنا أتزوجك. أنا خطبتك على الهواء وهي وافقت. بالفيديو قالت أنا موافقة. بس أقدر أقول لكم في الفيديو هي معانا بالصوت والصورة قالت أنا موافقة وكانت فرحانة. أكمل كانت فرحانة. هي تقول باللقاء إنه أنا ما في حد يتزوجني كانت مكسرة. قلت أنا أتبرع أتزوج. ليش إيش تقولين؟ أنت فنانة جميلة وأنا أحبها أنا أحترمها أنا أقدرها. أوكي. وقالت بكرة نشاوف خلاص ورحنا رقصنا مع بعض. استغربت من اللي طلعت قالت إنه كلام ده مش حقيقي واستغليني. استغربت. أنت بالفيديو طالعة معاي بالصوت والصورة تقولين على البلكونة موافقة وفرحانة وسعيدة وأنا من شفتك إنه أنت منكسرة وتعبانة نفسياً. قلت لك لا بالعكس في بعد في ناس يحبوك بعد في ناس يقدروك أنت فنانة كبيرة لو ما في أحد أنا موجود. قمنا رقصنا مع بعض وهذا اللي صار لا أكثر ولا أقل. راح تشوفون الحلقة كيف من قلت لها الخطوبة فرحت جداً قامت رقصت وياي. مستغرب والله. أنا أحترمها أنا أقدرها فالصار على الهواء مباشرة. قلت لها ما دام أنت تقولي ما حد ماكو يحبك ويتزوجك أنا عراقي موجود عمي أتزوجك وأحبك وأدللك لأن يعني فعلا من جمهورها وأحبها هي كلش محترمة وكلش راقية. وقالت على الهواء موافقة وقمنا رقصنا مع بعض على أغنية البرنس ماجد المهندس. راح تشوفون الحلقة. فصرحت أنا أشكر على تصريحها بس ليش ما صرحت وياها على الهواء من قلت لها أنا أخطبك كانت تقدر تقول لا بس هي فرحت كلش خطيب وقتها. ثاني يوم اليوم ما أدري شنو صار بس أقدم لها كل الحب والاحترام وأحبها. راح تشوفون حلقة تعرفون إنه أنا كلامي كله صادق والله العظيم وحلقة راح تعجبكم.